بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. جدول امتحان الثانوية الأزهرية النهائي للقسمين العلمي والأدبي الدور الأول. طبعا الموعد امتحان الشهادة 1439-1440 و18-19، أيام الامتحان الحد 26-5-2019. أول يوم هيمتحنوا فقه وحديث، ده أدبي، فقه ومنطق حديث ده للأدبي، تمام؟ وساعتين وساعتين، من 9-11 ومن 11:30 1:30. في يوم الثلاث يبقى كده الاثنين هنسيبه للعلمي، يوم علمي ويوم أدبي زي ما انتوا فاهمين، على أساس احنا بدأنا بالعلمي السبت. يوم الثلاث هيبقى 28-5، هيبقى نحو بس، وهيبقى برضو ساعتين، تمام؟ الخميس اللي هو موافق 30-4 هيبقى علمي، بلاغة وإنشاء، وساعتين وساعتين، تمام؟ الحد هيبقى يوم 9-6 قرآن وحديث. التلات توحيد وفرنساوي، توحيد وفرنساوي، الفرنساوي ساعتين ونص. الخميس 13-6 تاريخ فقط، تاريخ فقط. الحد 16-6 جغرافيا، 3 ساعات، طبعا للمبصرين زي ما احنا عارفين الجغرافيا في الأزهر. التلات 18-6 صرف، ساعتين. الخميس 20-6 تفسير، ساعتين. الحد انجليزي 3 ساعات. التلات 25-6 الادب والنصوص والمطالعة، ساعتين. يمتحن الطلاب المبصرون شفويا في القرآن الكريم والحديث، يبقى الشفوي قرآن الكريم وحديث بس الشفوي، والطلاب المكفوفون في المواد المقررة عليهم على حسب الكل يعني، تحريريا اضافة الى قرآن وقراءات وانجليزي اولى وتاني وفرنساوي كده يعني، وحديث شفوي اضافة الى الحديث تحريريا. يعفى الطلاب المكفوفون من اداء الامتحان في مادة الجغرافيا تماما، تمام. تنتهي جميع اعمال الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي بانتهاء الامتحان التحريري. ده كان جدول ادبي، تمام. طيب جدول علمي، طبعا موعد امتحان الشهادة الثانوية الازهرية الدور الاول علمي هنبدا السبت 25، ديناميكا وميكانيكا. ديناميكا نظام حديث والميكانيكا نظام قديم، طبعا ساعتين و11 ونص و1 ونص. الاثنين بقى قرآن ساعتين. الاربع انجليزي 3 ساعات عشان هما ما عليهمش فرنساوي اصلا. السبت عليهم ادب ونصوص الفترة الاولى، وعليهم جبر وهندسة فراغية طبعا الفترة التانية على حسب نظام قديم ونظام حديث. الاثنين فيزياء 3 ساعات. الاربع استاتيكا نظام حديث. السبت تفاضل وتكامل وحديث، طبعا هيبقى حديث الاول وبعدين تفاضل وتكامل. الاثنين احياء. الاربع هيبقى نحو. السبت هيبقى كيمياء. الاثنين تفسير. الاربع بلاغة، واخيرا السبت توحيد وصرف. هم دول الجداول بتاعة العلمي والادبي للثانوية الازهرية. بالتوفيق للجميع، السلام عليكم ورحمة الله.